اعمل لك تريكاية صغيرة بهدول. يلا. واذا عرفت تحلها لك ميلكا. أمو هي مو حل يعني، إذا عرفت تعمل لي إياها. إذا عرفت قلدك. إذا عرفت تقلدني. طيب. إلك ملكايتين. هي النكهة الأسطورية. نعم هاي أطيب نكهة أنا بعرف جايبة وبعرف بالعالم. شو إغريك. هي باخدها واحدة لمام واحدة لي. لا. أنا يعني فوز. إذا فزت تاخدهم بدك تعطي من ما بدك أعطي، بس إذا ما قدرت تعملها رح يروحوا اثنيناتهم لماما. طب بركي ما في اربح واحدة نص. لا لا ولا شيء. انت على طول على فكرة عروضك هيك سيئة، بقول لك مثلا اذا حليتي نص بعطيكي نص، انت لا يا بتحلى بتاخذ كل شيء يا ما بتحلى. ما طلعتهم من عيوني، طلعتهم من عيوني لل 140,000 بعد ما طلعتهم من عيوني. والله لا طلعوا من عيونك اضعاف. المهم بنحط لون هون اخضر هون اوكي واحمر هون. مبسم باليسار ومبسم باليمين. تمام تعمل هيك. تفضل. ما في إعادة غير مرة واحدة. معقول ما بتعيديها مرة؟ مالك محترف شكلك. عملت لك كثير بطيئة على فكرة. بعدين عملتي هيك انه انت يعني بس شغلتك انك مسكتيهم. شلون طلعتيهم؟ عملت هيك. انا ما زال عم قاطع هدول الاصابع ففي مشكلة. انت شكلك عملتي هيك. ما بما اني انا عم قاطع هدول الاصابع معناتها ما عم تزبط. شو بطلع هي هيك وبعدين هي بطلعها لهون. من حقي انا تعيدي لها مره واحده على المساعده. هاي واحده وهي اثنين. استني شوي. يا حربوقه. يا حربوقه لقطك. شو اجت عملت هيك. تعي لهون تعي. عملت هيك. والله شو عملتي شغله متنسنسه. لا انا مسكته. عملتي هيك. ايه. لا ما بعمل هيك. ما عملتي هيك. لا انا شفتك انه انت شو طلعتي شو. اللي على اليسار. لا لا ما دقيقة طولي. انا شفتك انك طلعتي اللي على اليسار. لا ليك اللي طلعته. ايه بس مو صار. دقيقة انا بكون مشابكة. يا غشاشة. والله شابكة. عيدي لي اياها اخر مرة وبيعك وحدة ملكة. ما بحبها. بيعيها. شيء ثاني ما بعرف. شو بدك؟ عيدي لي اخر مرة. عم ساعدك كثير انا هيك على فكرة. معلش. يعني انت بتعرف انه هدول شغلات ما لازم ينعدوا، انت بتعرف، انت اما هالقصة. يلا ماشي حاجت لي. المرة غلطت. لا بس هالمرة انا غلطت، بتعرف ليش؟ لأن استخدمت هاد الاصبع. معناتها عيديها تستفي مشكلتك، بس لازم تستخدمي هدول الاصابع، انا بدي اعلمها. ايه بس حاجة تكون لازق فيني يعني. انا رح بعد من الفريم مشان. تعي لعندي. انا لاحظت ملاحظتين. اول ملاحظه الثانية نسيتها. اول ملاحظه هي انه هي الايد بتضل هيك وهي الايد هي اللي بتعمل هيك. راح دقيقه شو عملتي؟ عملتي هيك؟ لا. عملتي هيك؟ لا. خلص وقتك. دقيقه اخر محاوله. خلص وقتك. اخر محاوله. خلص رح اعطيك وحده ملكة. ما بدي انا شو فكرتين بهم بلا بهمني اعطيني وحده ملكة. كانت هي الايد ضلت هيك يا جماعه الخير. ضلت هيك. رح اعطيك وحده ملكة. لك دقيقه اسكتي شوي. بس هي اجت هيك. طيب. ليش هي طلعت بس هي ما عم تطلع؟ رح خليني اشرح لهم اياها للجماعه. لك قد صار وقت هي لانه انا حبابه وهيك وبعرفك بتحبها وانا جايبت لك اياهم رديها على جوعتك. متاكد؟ لا بس خليها يعني ردي الثانيه على جوعتك. يعني هو فعليا انت بتفكر انه هو متشابك بس هو فعليا ما هو متشابك. لك انت عم تحط ايدك هون وهذا الابهام هون بده يصير وهي هون وهي هون. انت قلتي لي انك عم تشابكي. وهو انا مبين عم شابك. انت وحده نصابه. نرجع اعاده عشان تعملوها برفقاتكم. هيك وهي هون. هو فعليا انا قد ما عملت لك اياها ما رح تكشفها. هي حلاوتها. قمة البناء والنص والاحتيال. شلون بدك تنصب على واحد عمل له هي؟ نعم انا بس قلت لك هيك قدام العالم بس. هات هاتي الملكة لهون. هاتي الملكة لهون.